بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. وإحنا بنركز على ليسوا من هذا العالم. الشيطان بيركز أنه يقنعنا أنتم من هذا العالم وفي هذا العالم ولازم تعملوا زي هذا العالم. فدايما في تشالنج وتحدي واضح بين ربنا بيشدني للسماء عاوزني أفكر بطريقة روحية وبين الشيطان اللي مصر يخليني أفكر بطريقة عالمية. عشان كده عاوز أكلمكم عن قاوموا إبليس فيهرب منكم، لأنه للأسف بعض المسيحيين فكرة أن في معركة دي غايبة عن ذهنهم خالص، بينسى فكرة أنه في شيطان وفي حرب، والموضوع بالنسبة له ايه، صلى ما صلاش، صام ما صامش، غلط ما غلطش، الدنيا كلها سايحة على بعض كده. بينما اللي حاسس ان في حالة حرب وفي عدو وفي خوف ان انا افقد السماء، ده بيفرق كتير. مجرد الانتباه ان في معركة ده له قيمة كبيرة. تعالوا نفكر الشيطان بيضحك علينا ازاي. في يعقوب 4 بيقول ايه، الروح القدس يعطي نعمة أعظم، لذلك يقول يقاوم الله المستكبرين وأما المتواضعون فيعطيهم نعمة فاخضعوا لله. قاوموا إبليس فيهرب منكم. Resist the devil and he will flee from you. اقتربوا إلى الله فيقترب إليكم. نقوا أيديكم أيها الخطاة، طهروا قلوبكم يا ذوي الرأيين، اكتئبوا نوحوا وابكوا، ليتحول ضحككم إلى نوح وفرحكم إلى غم، اتضعوا قدام الرب فيرفعكم. تحسوا الموضوع سيريس، بيقول حتى لو استدعى الأمر إن الواحد ينوح، يعني يعيط بحرقة ويبكي ويخاف. ليه؟ لأنه في شيطان بيسرقه، وده بيسرقوا يعني في جهنم في الآخر، يبقى الموضوع مش سهل. وكلكم عارفين ان اباء الكنيسة علمونا التواضع هو اللي يوقف الشيطان، الشيطان ما بيقدرش على التواضع. عشان كده بدأها بكلمة يقاوم الله المستكبرين والمتواضعون يعطيهم نعمة، وختمها بكلمة اتضعوا قدام الرب فيرفعكم. حيل إبليس أو قاوموا إبليس دي معناه الشيطان بيجيلي، بس ما بيجيليش بشكل كده صريح قوي، عادة بيجي بشكل ملتوي. عشان كده في كورنثوس الثانية يقول لألا يطمع فينا الشيطان لأننا لا نكهل الأفكار. الشيطان بيطمع فينا، يعني من أول ما بنوارب له الباب بيطمع يدخل وياخد البيت كله. دي طريقة الشيطان، طماع في كذب النفوس. اديت له فكرة يدخل منها وياخد دماغك كلها مش فكرة واحدة، اديت له ساعة يدخل في الساعة وياخد كل اليوم، طمع. اديت له حتة في حياتك يقوم يسرح منها وياخد حياتك كلها. دي طريقة الشيطان، الاستعمار بتاع الشيطان، بيبقى عاوز كل الناس لجؤون كده ساكن فيهم، مكسرهم، مفهمش حتة سليمة. يعني أول حيلة من الحيل اللي الواحد لازم ينتبه، أنا براجع معاكم أنواع الحيل اللي بتقابلنا عشان نفقد اختلافنا وبالتالي نفقد رسالتنا وقيمتنا وأبديتنا. الدخول وقت الراحة أو الفراغ، أول ما الناس بتلاقي شوية رحرحة كده والريموت بقى في إيدك بس دي، وبعدين الأكل كتير والشرب كتير، المنظر ده يعني ده تأكد ان في واحد قاعد جنبك، بس مش يسوع، مش ربنا يسوع. تأكد في اللحظة دي بدل في ريموت وأكل كتير وشرب كتير، هو شادد كرسي وقاعد مبسوط جدا. سيبقى حاسب، مش بقولك ممنوع انك انت تريح شوية، بس كل شيء باعتدال. انت فاهم اول ما بتريح بيدخل، بيدخل يجيب أفكار، يجيب مشاكل، يجيب نكد، يجيب دلع في جسدك. حيلة أخرى مشهورة إنه ما بيجيلكش بغلطة كبيرة، بيجيلك بغلطة صغيرة، كذاب، طبيعته كذاب.
اول ما راح لحواء قال لها مش هتموتي، كذاب، هتبقي زي ربنا، كذاب. فهو بيجي يقول لك مش هيحصل حاجه لو غلط، كذاب. وبيجي يقول لك على فكره هتبقى مبسوط قوي لو عملت كده، كذاب. فاهمين؟ افتكر دايما انه كذاب كبير، فالفكره اللي بتجي لك دي كذبه، هو طريقته كده، حيله كده. كمان فكره المديح او الكرامه او الافتخار، لما الواحد بيبقى شويه في نجاح في حياته، نجاح روحي او خدمي او شغل او وظيفه او مركز، مع الجو ده حاسب، حاسب، لانك لو ما شكرتش كتير وافتكرت نعمه ربنا وفضلت صغير في نظر نفسك، انت ضحك عليك، وقعت وقعه سود، بعدت عن النعمه. هيعرف يدخل لك لو افتخرت حتى قدام نفسك. لكن لو انت مقتنع انك لسه اخر الكل واصغر الكل ومحتاج التوبه اكتر من الكل، مهما كان النجاح اللي في حياتك، كده الشيطان ما يعرفش يدخل. عشان كده التواضع هنا ضروري. من الحيل الاخرى التاجيل والتسويف. كلكم عارفين يعني ايه فكره نسوف، يعني ما نديش ميعاد، هنعترف باذن الله ماشي، طب هتروح اجتماعك ماشي، بس الاسبوع ده مش هينفع، طب فتيجي الاسبوع اللي جاي، مش عارف. عمليه التسويح دي والتسويف والتاجيل خطر، ده معناه انك مش داري انك ممكن تموت قبل الميعاد، وده معناه انك مش مقدر يعني ايه خطوره ان في معركه بجد. شبهها شويه عمليه التهوين، يعني ايه؟ وقعت في الكلام عن الناس، عادي بقى، ما انا هبقى غلس يعني، يقعدوا يتريقوا وانا اعمل فيها، مش لازم نجاري برضو. انت بتتساهل، تهوين، بتهون في الغلطه. ايه يعني لما تسرح في الصلاه؟ كويس ان انا صليت وانا كمان هركز، انت يعني معتبرها جميله يعني انك تركز وانت صليت؟ لا حبيبي، انت بتستهين صلاه يعني قدام ربنا، طب ركز. ساعات يجي العكس بقى، التهويل. بمعنى ايه تهويل؟ ده له شكلين، ياه هصوم لغاية 12، ده عذاب. عذاب يا اخويا ليه؟ امال عذاب ايه اللي عذاب؟ فتبقى بتهول كده، يا الصيام الكبير كله ده صعب قوي، يا هنقعد التسبيحة ده القداس، اجي بدري، لا لا اجي انشن على الحتة كده. في تهويل في الممارسة الروحية، في طريقة تانية بقى للشيطان يهول لك الخطية عشان يقول لك مالكش حل، تقع في شهوة وفي خطية صعبة خلاص كده، يقول لك لا 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 اشطب بقى، انسى ربنا، ده اللي زيك راح جهنم وخلاص، ما تضحكش على نفسك، ربنا ما بيتكلمش على الحاجات دي، انت ما تنفعش خالص. ويهول لك، يضخم لك الخطية زي ما عمل مع يهوذا. من حيل الشيطان كمان يا احبائي المشغولية. عذر المشغولية ما بينفعش قدام ربنا، لأن ربنا اداك العمر واداك المخ واداك الشغل واداك الناس. لما تنشغل بالسرحان أو بالناس أو بالشغل، مش هو اللي اداهم لك؟ هل يدهم لك عشان تبعد عنه ولا تقرب منه؟ يبقى مفيش عذر. فلما تقول أنا مش لاقي وقت، دي كلمة وحشة قوي، هي معناها عند ربنا بالظبط انت يا رب مش مهم، انت مش مهم. هي دي ترجمة مش لاقي وقت. طبعا دي خطأ كبير، بس الشيطان يحب بقى يطلع الجلد ده كله يقول لك مش لاقي وقت. اوكي مش لاقي وقت، طب يبقى عاوز السما في ايه بقى؟ ما انت خلاص كده ضعت. من الحيل المشهورة الأولوية انك دايما تقول طب بس اخلص اللي في ايدي، طب بس اخلص دراسة، طب بس الشغلة دي تخلص، طب بعد الخطوبة، طب بعد الجواز، طب بس العيال تكبر، طب في أولويات، طب نروح المشوار ده الأول وبعدين نبقى نشوف الخدمة. يبقى أنت أولوياتك معكوسة، ركنت الصلاة والإنجيل والخدمة والتكريس وحطيت حاجات تانية أولوية، دراستك وشغلك وكرامتك ومجاملاتك. أوكي الترتيب نفسه ممكن يضيع كل حاجة. من الحيل المشهورة المرجعية
انك بيستهويك رأي معين، والرأي ده مش روحي. الشخص اللي انت بتبص عليه ده وبتمشي وراه ده شخص مين قال لك انه مركز على السماء؟ فانت بترجع لمين؟ بتبص على مين؟ بتمشي ورا مين في الاخر؟ بعض الشباب بينبهر ببعض الشخصيات، الحياة هي ملهاش اساس روح. فانت مرجعيتك ايه؟ وساعات الواحد يبقى مرجعيته كتب فلسفة او كتب علم او الدراسة اللي بيدرس. يا ابني الانجيل، يا ابني الانجيل، كتب الاباء، ابوك الروح، ما تلخبطش، ما تسيبش الشيطان يدخل ويعمل لك ريفرنس تاني غير المظبوط وخلاص، وفي الاخر تطلع مش ملخبط اخر لخبط. من حيل الشيطان كل ده تحت عنوان قاومه ابليس. انت لما تبقى عارف افكاره تعرف تقاومه. الهدنة الطويلة، ايه الهدنة الطويلة دي؟ يقولوا الاباء المختبرين ساعات تبطل خطية معينة وتلاقي نفسك بقالك شهر شهرين ما بتقعش، فتحس انك انت ايه، خلاص. هو عاوزك توصل للاحساس ده عشان هيوقعك وقعة سودة بعدها. يعني بيبقى مركز معاك انك ايه، هتدب دبة جامدة لانك استأمنت خلاص نفسك، اقتنعت انك انت ما عدتش في حالة حرب. فاحيانا بعض هدنة تلاقي وقعة تقيلة. واحد يقول لك انا الحمد لله تخلصت من خطية الادانة، يطلع يوم بيجيب شهرين ادانة، يعني 5 ساعات ما وراهوش غير الادانة. ده ايه ده؟ ما هو الشيطان كان مرقد له، اداله احساس مزيف ان هو تحسن. لا، هو ما تحسنش، هو كان في نعمة سنده بس ما قدرهاش، هو ركن سلاحه يعني، استأمن. ما خلاص، ما أنا بقيت كويس. لا، ما بقيتش كويس، لسه أنت ضعيف. من الحيل المشهورة كمان الهجوم المكثف. أحيانا تلاقي متحوط بمئة حاجة، شهوات وتذمر وطمع وغيرة مرة وكسل وإدانة، تبقى مفيش غيري، تبقى حاسس أنك مخنوق. إيه ده كل الضرب ده؟ ساعات الشيطان يلعب اللعبة. ما كل الشياطين دول أصحاب على فكرة، فهم بيتكتكوا، يتفقوا مرة نبعد عن الزبون شوية خليه يتوهم في روحه، يفتكر نفسه كويس، يلا نكبس كلنا نلطش فيه شوية. فهما بيقعدوا يلعبونا كده. لو انت فاهم وبتجري على المسيح وماسك في الصلاة جامد، كل ده ما يدخلش عليك. لا نجهل أفكاره، لكن انت ممكن تكون مش فاهم ده كله. الرجاء الكاذب، الرجاء الكاذب ده موجود في صلوات الكنيسة، معناها العشم الغير سليم. زي فكرة ايه؟ طالما انا خادم يبقى انا داخل السماء ومش مطالب بكل الالتزامات دي. طالما انا اتعمدت وبتناول يبقى انا كده في التمام، اغلط براحتي. طالما بقى انا طلعت مشن طويل 10 ايام اتعدمت العافية، 10 ايام قصادهم بقى انام بقى، ما انا كده ربنا عامل لي رصيد يعني. كل ده رجاء كاذب. لا حبيبي، دي من طريقة تفكير غلط. ده قديسين كبار ضاعوا، فبلاش العشم الزيادة ده. خلي عندك رجاء بس مش كاذب، رجاء في رحمة ربنا، في ستر ربنا، في معونة ربنا. اطلب بقى الحاجات، اطلب الرحمة والمعونة، لكن تبقى الثقة الزايدة دي خوف قوي. طب نعمل ايه حبيبي عشان نغلب ابليس بكل حيله؟ آية تانية جميلة قوي. بصوا يعقوب 4، احفظوا كم كلمة بتوع إبليس دول، مش بتوع إبليس، اللي ضد إبليس. في يعقوب 4 بيقول قاوموا إبليس يهرب منكم. في أفسس 4 بتقول لا تعطوا إبليس مكانا. الاثنين 4، قاوموا إبليس يهرب منكم، وأفسس بيقول لا تعطوا إبليس مكانا، سيبلوش مكان خالص. وكانت كورنثوس الثانية بتقول اننا لا نجهل افكاره يعني، لكن خلينا في أربعة. اول مبدا الهروب. يا بخت الشخص اللي ايه، دايما حاسس انا مش قد المعركه، اهرب. اهرب الى الجبل لئلا تهلك، اجري. تيجي فكره وحشه، اجري على مطانية، على مزمور، على صلاه يسوع، على توبه، اجري. عملية الجري دي معناه انك انت فاهم طبيعة المعركة. ما ينفعش، يا ريتك يا حواء كنت جريت.
يبقى هنا الهرب ما تحطش نفسك في دايرة تعرضك لضغط انت مش قده. تقعد مع ناس بيتكلموا عن شهوات وانت يعني قد الكلام ده. تقعد مع ناس بيتكلموا على الفلوس والأطماع، ايه اللي انت بتعمله في روحك ده؟ القعدة كلها كلام على الناس وانت لسه قاعد، اهرب يا ابني، ما تهرب من الحاجات. يبقى الواحد بيهرب من اول دماغه، من المجال الغلط، من الناس الغلط. يبقى مبدأ اهرب، واهرب للجبل، يعني تجري على المسيح، ده يحميك. وده مش صعب صدقوني، لانه انت بتهرب داخليا، يعني مجرد انك بتكلم ربنا ده نوع من الهروب. تاني مبدأ مهم، تجنب العثرة. يعني ايه العثرة؟ يعني اي منظر يتعبك ما بلاقش من الاول. ليه تدخل نفسك في حاجة انت مش قدها؟ سوري، واحد دمه خفيف بيستلطف، ايه اللي يخليك تحكي معاه زيادة؟ ما النوع ده انت فهماه، ده مش جد. يعني لازم تقلبي دماغك وتتعرفي زيادة، وبعدين المشاعر تتعلق، وبعدين ندخل في لمسات. ايه ده بقى السكة دي؟ لا، السكة كلها غلط. اللي جد بيبان انه جد، لكن في نوع مش جد. يبقى تجنب العثرة، خليك خايف على نفسك. في واحد جاي يحكي لك على ناس، ليه يحكي لك على ناس؟ مالك؟ اقفل ودانك وتجنب العثرة. وده المقصود بكلمة ان اعثرتك عينك اقلعها، مش دي، ما انت دي عندك واحدة تاني زي ما قال واحد من القديسين. عينك يعني اي منظر، يعني اي مكان يتعبك شيله من قدامك، زيحه، ما تسيبوش في حياتك. شخص قريب ليك زي ايدك او رجلك هيلخبطك، اقطعه. صديق ابتدى يمشي غلط، ما ينفعش يبقى صديق، خلاص. ليه؟ هيضيع عليك السم. حتى لو كان زمان صديق اقرب ليك زي ايدك ولا رجلك، اقطعه. اقطعه مش تقطعه، اقطعه يعني ابعده، لانك ما تقدرش خلاص تفضل جنبه وما تتأثرش بيه. يبقى زي كلمة اهرب، تجنب العثر، وبالتالي انت نفسك هتخاف تعثر حد. مش معقول انت اللي هتعمل الدور الوحش ده مع حد. مبدأ كمان، خلي كلمة لأ قريبة لقلبك. المسيحي طيب بطبيعته ويقول حاضر بسهولة. اي مسيحي شبه المسيح مختلف في انه استعداده لكلمة حاضر استعداد عالي. الوداعة كده، التواضع كده، يخلي الواحد يقول حاضر بسهولة، حاضر، ويريح. إنما في الغلط لازم تبقى كلمة لأ قوية، صريحة، صارمة، جاهزة. تيجي معانا، سوري، نقول كذا، لأ، نعمل كذا، لأ، نروح، لأ. تبقى لأ دي سريعة وإيه وحاضرة في ذهنك. يعني زي ما بنقولها في أول مزمور، طوبى للرجل الذي لم يسلك، لم يقف، لم يجلس لقات على الصبح كده عشان الواحد ينتبه. لأ، ما بقعدش هنا، ما بتكلمش كده، ما بفكرش كده، ما بنعملش، خلاص لأ لأ لأ. ليه؟ عشان أنا شجرة مغروسة على مجاري المياه. أنا فاضي للكلام ده، عندي رسالة كبيرة، انا عاوز احافظ على سلامي، عاوز اروح السماء، عاوز اجيب الناس. ايه الكلام الفارغ ده؟ كمان ضبط الحواس والعلاقات والوقت، ثلاث كلمات دول مهمين قوي عشان تقاوم ابليس. ضمنيا لازم تراقب عينيك وودانك ولسانك ودماغك، دايما مراقب كده زي الاسوار كده. انتوا عارفين كانوا زمان لما يحاربوا يبقوا عندهم فوق السور في برج مراقبة كده. فانت عندك برج مراقبة، بتراقب ايه؟ بتراقب حواسك، ما تدخلش حاجة كده ولا كده ولا كده. لا، انت محصن نفسك، لان ياما افكار بتهش كده. لا، انت هش كده، ما عندكش استعداد تستقبل الافكار دي. تبتدي مخك يغير من حد، ايه الزبالة دي؟ ارمي، احنا بنغير، احنا بنحب بعض. واحد بيستهويك بمكسب سهل، مكسب كبير قوي بطريقة مش مظبوطة، هش هش، حاسب، تدخلش على ودانك ولا عينيك الكلام ده. يبقى هنا اللي عاوز يقاوم ابليس يحرس حواسه، لان ده اللي بيدخل كل حاجة جوه.
لو عينيك ودانك ولسانك ودماغك متزبطين خلاص مفيش حاجة تدخل وحشة، جوه نظيف خلاص زي الحصالة، ما دي مداخلها يعني. من هنا كمان تراقب علاقاتك، كل العلاقات تبقى جوه ربنا، أصحابك يقربوك من ربنا ما يبعدوكش عن ربنا، زمايلك يتشهد للمسيح يتبعد عنه، لأن دول زملاء، لكن احنا مش بنقضي وقت وخلاص، لا، في بيتك عاوز انت وبيتك تروح السما، يبقى كل العلاقات محصورة جوه ربنا، عشان انت مختلف، انت شخص مش عادي. كذلك الوقت، الناس بتضيع وقت، لا، انت الوقت يفرق معاك، انت عارف كويس قيمته. وحتى لما تبقى خلاص اتدوشت قوي وعاوز تعمل يعني بريك، البريك حتى يبقى محسوب، لانه ساعات البريك ده بيطول قوي ويموع قوي لا، ممكن تبقى فعلا مضغوط قوي وعاوز بريك. ايه نوعه؟ هتتفرج على ايه؟ هتسمع ايه في البريك؟ وهياخد وقت قد ايه؟ ما احنا برضو لازم لا نجهل افكار، ما احنا عارفين. يبقى كل ده محتاج حرص جديد. قاوموا ابليس كمان، انت تبقى مسلح بالروحانية، يعني اللي بيصلي مزامير قوي، كل مزمور بتصليه بيخليك ما بتقعش بالساهل، خليكم مقتنعين بالقاعدة دي، كل مزمور تصليه وتركز فيه أفكارك بتنضف، إرادتك بتبقى أقوى، كل مرة تقول اسم ربنا يسوع، صلاة يسوع ليها قوتها. الإنجيل لما بتقرأ كل يوم وتركز ما بتقعش بالساهل وبتمشي كويس ونفسيتك أحسن وربنا بيكلمك بشكل واضح، بس انت بتقرأ كل يوم وبتقرأ بانتباه وتركيز، يبقى القانون الروحي بيديك مقاومة حقيقية يخليك تنتصر. القداس الأسبوعي، أب الاعتراف كل شهرين مثلا، في اجتماع بتواظب عليه رغم الظروف والزحمة، بس انت عارف انك محتاج الزقة دي، ولو ما خدتهاش شهر اتنين بتقع، وانت جربت. طب وبعدين؟ يبقى انت محتاج للقانون، سيستم روحي. طاعة الوصية يعني ايه؟ كل وصية المسيح قالها شغلاك، بتفكر فيها؟ ما هو ده اللي بيخلي ابليس يفزع ويهرب، لما تقول اشكرك يا رب لان ربنا قال ينبغي اشكره في كل حين، اشكره في اسم ربنا يسوع على كل شيء. الشكر قوة، لو نفذت الوصية تلاقي الشيطان يبعد، لأنه يخاف من أي وصية. كلمة الله حية فعالة، فأي وصية تطرد الشيطان. المقاومة نفسها، في لحظات بتحس إن في معركة داخلية، أزعق ولا أسكت؟ طبعا أسكت. أمشي في السكة دي ولا لم روحي؟ طبعا لم روحك، بس عاوزة مقاومة، عاوزة مقاومة للفكرة نفسها. لكن الاستسلام بيلخبطك وبيرجعنا من الأول تاني، وبترجع تتكبس وتتضايق وتتحارب باليأس. طب ليه؟ كان ممكن تقاوم شوية وبعد شوية تلاقي النعمة سندتك وتلاقي نفسك فقت وطلعت منها والدنيا نورت. أخيرا أقول كل من يجاهد يضبط نفسه في كل شيء، يبقى الواحد بيضبط نفسه في كل حاجة، أكل بحساب والنوم بحساب والكلام بحساب والمواعيد بحساب والطموحات بحساب، ومن غير حسوكة ولا وسوسة ولا دروش، لكن باعتدال بضبط، خليك منضبط. فهنا صلاة يسوع دي تساعدك على ضبط النفس، الآيات الكتير تساعدك انك تبقى منضبط، لأن كل ما تبقى كلام ربنا شغلك يعمل لك ضوابط، ضوابط طبيعية في كل شيء. وكونك مشغول بالخدمة، ما هي ده لوحده نعمة على فكرة، يعني اللي جرب يبقى مسحوم بالخدمة بيبقى صعبان عليه انه مش لاحق يصلي كفاية، بس صدقوني رحمة عن واحد قاعد فاضي لا بيصلي ولا بيخدم، دي حالة بقى ايه؟ وقع خالص. انا يعني مش بقول وانت بتخدم تقصر، بس بقول زحمة الخدمة احيانا تبقى رحمة من الفراغ اللي يخلي الدنيا لوس خالص،
حتى ما فيش نفس للصلاة والإنجيل، تلاقي الدنيا ملخبطة أكتر. خلينا ننتبه أحبائي، محتاجين نمتلئ روحيا، نغتني روحيا عشان نحافظ على اختلافنا، وبالتالي رسالتنا لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد.